الصوت الحلو صوت روجي حلو يا ليل بغني من كلماته ألحانه أغنية جديدة ناجحة الأيامات نتعرف على تفاصيلها من روجي مرحب بروجي مرحبا روجي كيف حالك أهلا عزيزي شادي شو الأخبار تمام مبروك الأغنية الحلوة الناجحة يبارك فيك يا رب تسلم يا أول أغنية لك بنفهم أول أغنية خاصة طبعا. لك طبعا أول أغنية خاصة الأغنية من كلماتي وألحاني توزيع الموسيقى داود إبراهيم أول أغنية إلي إن شاء الله تكون يعني ناجحة والناس تحبها وليش كتبت على هذا الموضوع ليش بالتحديد هالكلمات طلعوا معك الصراحة الكلمات طلعوا معي ويعني طريقة أنا مش عارفها يعني كنت قاعد وبكتب أو بعزف بيانو فطلع معي لحن فقلت هات أنا أكتب عليه كلمات أجرب إيش بطلع ببالي طلع معي هذا الستايل هو ستايل يعد شوي صغير جديد وموديرن ستايل جديد اشرح لنا أكتر شو بتعني بالجديد هيدا الستايل الجديد الموديرن أكتر مش زي اللي إحنا عم نحكي على ستايل القديم على ستايل هذا نقول وديع الصافي ملحم بركات فيروز نحكي إشي موديرن أكتر بدمج بين الغربي والشرق بنفس الوقت صورت للأغنية كمان كليب حلو احكي لنا شوية تفاصيل عن الكليب طبعا الكليب من إخراجي وتصوير أخوي روبير حلو والمونتاج كمونتاجي أنا كمان أنت عامل كل الشغل أنا شايف حبيت أعمل أعمال تكون هي إنه مني أنا ومن أخوي احكي لنا على الخطوات اللي لحد إسه عملتها طبعا أنا ربيت وعشت ببيت موسيقي استكشفت موهبتي من أنا جيل صغير كيف يعني بيت موسيقي في فنانين بالبيت؟ في أمي بتغني في سيدي بغني وزمان كان عنده فرقة في إذا بتعرف في بنت عمتي رولا حكيم طبعا في خلقت وربيت ببيت موسيقي من جيل صغير وأنا بالمعاهد أتعلم موسيقى لحد ما وصلت بمرحلة إنه أنا بدي أكمل بالموضوع وحاليا أنا بدي أبلش سنة ثالثة في الجامعة بالقدس للموسيقى بتدرس موسيقى بدرس موسيقى وعم بعلم موسيقى كمان بعدة معاهد بالناصري حلو انت من الناصري نصراوي صح ايوه حلو قولي شو تخطيطك انه تقدم كل فترة اغنية ولا بالاخر تغني بالاعراس او بالحفلات لا طبعا عم بفكر يعني وحلمي لقدام لحتى يكون في عندي انا اعمال الخاصة الواحد قد ما يقدر بده يشتغل حاله حتى يوصل للجمهور يا ليل هاي أول أغنية لك كيف شفت الناس تقبلوها؟ شوف تفاعل حلو كتير حلو كان في تقبل كمان حلو لأنه نوع جديد كلمات بسيطة ولحن بسيط بس دائما البساطة هي بتكون أحلى والكليب كمان ما ذكرنا وين تصور بالناصري وين هاي المناطق الحلوة؟ بالناصري تصور بالناصري إذا بتعرف محل اسمه تشيرتشيل هي بالناصري العليا شكرا روجي بتحب تقول كلمة للمستمعين الأغنية كمان عم تحقق نجاح حلو بسباق فن فنانينا برأيك رح توصل مرتبة أولى؟ إن شاء الله كل شخص طبعا نشتر كل شخص دعمنا وعم بيساهم بنشر الأغنية وفوت اسمع أغنية روجي حلو يا ليل اسم نسمعها كمان على الراديو شكرا روجي إلى اللقاء شكرا باي باي.